النهارده من الحاجات المهمه جدا انه اسوان صعد رسميا الى الدوري المصري الممتاز مره اخرى. اسوان من الفرق الكبيره الرائعه دائما في الدوري، له مشاركات عديده في الدوري الممتاز وهم 13 مشاركه تاريخيه، وايضا صعد مره اخرى للدوري الممتاز بعد غياب 3 سنوات نادي الداخلية. الداخلية كمان من الأندية اللي لها باع كبير في الدوري الممتاز، من الفرق الكبيرة المميزة كانت، ودائما كان بداية الأهلي وكان بداية الزمالك في الدوري، زي ما أسوان دائما كان له أسماء كبيرة وأسماء رائعة جدا وعمل أداء رائع. أسوان فرق عن كيما أسوان في دوري الدرجة الثانية وقدر يحسم الأمور بدري ومن بداية، تحس كده أسوان من بداية الموسم هو حاسم طريقه، وكلنا عارفين وكلنا حاسين من نتائج أسوان في الفترة الأخيرة ومن قبلها إن أسوان هيصعد مرة أخرى للدوري الممتاز. معانا الكابتن أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لنادي أسوان. كابتن أحمد مشرف ومنور ومليون مبروك صعود أسوان النهاردة للدوري الممتاز. الله يبارك فيك حضرتك يا كريم، ربنا يخليك، شاكرين جدا على المقدمة الجميلة دي. أقل من حقكم، بس أسوان بادئ الموسم من اول يوم من اول مباراه بشكل رائع جدا، واضح انه كان مركز جدا انه يحسم الامور بدري زي ما حصل كده. الحمد لله يا كابتن، احنا من نهايه الموسم اللي فات يمكن من صح. اخر من 3 ماتشات من اول ما اتاكد هبوطنا ابتدينا نشتغل خلاص، احنا الموسم الجديد هنعمل ايه. يمكن انا عايز اقول لحضرتك ان احنا دي اول مره اسوان يهبط من الدوري الممتاز ويصعد ثاني سنه على طول. صح. اول مره تحصل صح. لان الحمد لله اتخطط لها صح، قدرنا نحافظ على القوام بتاع الفرقه، الناس اللي كانت عوده ممتده حافظنا عليهم الحمد لله، حوالي اكثر من 13 لعيب استمروا معانا يعني الحمد لله، عملنا بيهم قوام وبنينا عليهم، وهم دول اللي ادونا الافضليه الحمد لله السنه دي يعني. صحيح. الو كابتن احمد معاك. طيب معاك. السؤال دلوقتي اسوان هيرجع تاني للدوري الممتاز، انا بس عشان الصوت في دوشه جنبك معلش فمش سامع كويس. تمام. هيرجع تاني الدوري الممتاز، الميزه في رايي واكد لي ده صح ولا غلط، انك ختمت الموسم اللي فات مع اسوان وكملت معاهم الموسم ده، فكره انك تختم معاهم في الدوري الممتاز اعتقد انت اللي كان ليك الخيار انك تحافظ على القوام الاساسي. تمام، هو كان اتفاق بيني وبين مجلس الاداره السابق اللي هو قياده اللي هو احمد سليمان، هم ادوني الفرصه وادوني الباور، وناس كانوا واثقين فيا، كانوا شايفين ان في حاجه كويسه، كادر من كوادر النادي تقدر تشتغل وتقدر تعمل حاجه للنادي. الحمد لله يعني احنا اكثر حاجه بسطانا ان احنا قدرنا نقول للناس دي ان احنا في ناس في النادي شغاله وفي كوادر شغاله وفي احسن مننا ناس بس مستنيه الفرصه. وجودنا فعلا اخر 6 ماتشات قدرنا نحط ايدينا على مين يقدر يكمل معاك ومين يقدر ما يكملش. الدرجه الثانيه دي محتاجه نوعيه معينه من اللعيبه، محتاجه قلب معين كده من اللعيبه، محتاج توليفه تقدر تحافظ عليها في اوضه اللبس، مش كل حاجه فنيات. الحمد لله الحاجات دي كلها قدرنا نظبطها اخر 4 5 ماتشات من الموسم اللي فات اللي ابتدينا فيهم فتره الاعداد اللي كانت قليله. قدرنا ندعم في يناير، دي كان حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. تدعيمات كويسه فادتنا جدا في الماتشات اللي كسبناها اخر 8 ماتشات متتاليه دي، كانوا عناصر فعاله معانا. كل العناصر دي الحمد لله خلتنا نبعد عن المنافسين اللي بتمنى لهم التوفيق، فرقه كيما اسوان، فرقه بترول، فرقه الالومنيوم، فرقه المنيا، بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الموسم الجاي. عاده كده انا عارف ان السؤال ده مش لازم يكون ليك مباشره، بس هسالك، اكيد خدت وعد من الاداره. عاده كده لما فرقه بتصعد من الدرجه الثانيه بعض الادارات تقول لك ايه، لا نجيب بقى مدير فني من الدوري الممتاز متمرس في الدوري الممتاز، والراجل اللي قدم معانا في الدرجه الثانيه كتر خيره ومتشكرين ليه. واخد وعد من اداره النادي انك مكمل وقالوا لك تكمل وتكون فريق للدوري الممتاز؟ انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا كان قدامي تارجت معين، انا ابن النادي طبعا. التارجت بتاعي ان انا اصعد في الفرقه. سواء موجود مش موجود دي مش هتفرق معايا قوي، ما اعرفش بقى، ممكن الناس تصدقني وما تصدقنيش، لكن الهدف الاسمى الحمد لله اللي احنا اشتغلنا عليه عملناه الحمد لله. احنا بكره مسافرين، عندنا ماتش مستشفى هنشتغل عليه، وعندنا ماتش الكاس مع الزمالك قبل النهائي هنشتغل عليه، ومعانا 4 ماتشات في الدوري يخلصوا ان شاء الله، نحط كل حاجه على الترابيزه ونسيب تقريرنا ونسيب كل حاجه للمجلس الاداره طبعا، هو دي حريه الراي. ماتش الزمالك ده بقى اكيد ماتش حكايه، واكيد الطموح فيه كبير، توصل نهائي كاس مصر دي حاجه تاريخيه اكيد، هتحسب لك وهتحسب للفريق. مجهز لده ازاي وحاسس بايه وحاسس ايه حاسس بطموحك ايه في المباراه دي؟ اكيد طبعا، دي هديه مميزه للعيبه اللي صعدت الدوري الممتاز، تقدر تبين نفسها، تقدر
طموح مشروع لينا ان احنا نوصل للنهائي. احنا وصلنا للنهائي قبل كده في 90 مع الاهلي، كسبنا 1-0. صح. ليه ما نصعدش تاني المره دي؟ هنلاعب فرقه كبيره، فرقه الزمالك. انت عارف الماتشات مع الفرق الكبيره دي اللعيبه بيكون الباور بتاعها اكتر. مظبوط. المجهود بيبقى ضعفين. احنا نستغل ده ان شاء الله بحق مشروع لينا ان احنا نصعد النهائي ان شاء الله باذن الله. صحيح. كابتن احمد مصطفى بيو، مدير فني نادي اسوان، مليون مبروك الصعود للدوري الممتاز. نفرح لاسوان ونفرح لاهل اسوان، نفرح للفرق العريقه دي انها ترجع مره اخرى للدوري الممتاز.